بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبابنا أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في المحاضرة رقم 3 ضمن سلسلة الكورس التدريبي النفطي Basic and Advanced Drilling and Drilling Fluids Technology. طبعا هذا الكورس نحن بدينا فيه لأن حاليا محاضرتين، اليوم راح تكون المحاضرة رقم 3 والتي تعتمد على المحاضرة رقم 1 ورقم 2. بإذن الله بعد 4 أو 5 محاضرات راح ننتقل إلى موضوع آخر وموضوع سوائل الحفر عشان نستخدم المعلومات التي قدمناها في المحاضرات السابقة. زي ما تكلمنا إن كل المعلومة قدمناها في المحاضرات السابقة ستجدون تطبيقها إن شاء الله في المحاضرات القادمة. طبعا نحن زي ما ذكرنا أن هذا الكورس هو بتنفيذ ورعاية مركز الجوب للتدريب والتطوير، تحديدا قسم الدورات النفطية والطاقات المتجددة، ومركز الجوب يتبع لشركة الجوب للخدمات النفطية. اليوم إن شاء الله راح نتكلم على موضوع جدا مهم، هذا الموضوع وهو موضوع الأنيولار فيلوستي، وهي سرعة ماعي الحفر في الفراغ الحلقي. هذه السرعة مهمة جدا في عدة مواضيع، خاصة موضوع الهيدروليك. موضوع الهيدروليك هو موضوع متقدم جدا، وهو حساب بارامتر الحفر المناسبة عشان تحصل على عملية حفر جيدة بأقل تكاليف، ونتحصل في نفس الوقت أيضا على هول كليننج، تنظيف للبئر جيد. فبالتالي يجب حساب الأنيولار فيلوستي. الأنيولار فيلوستي طبعا تدخل في العديد من الحسابات، تدخل في حسابات تحديد نوع الجريان هل هو لامينار أم تيربلنت، تدخل في حساب حسابات البراشر لوسز، فقدان الضغط في منظومة الحفر، والذي يعتبر هو العمود الفقري لحسابات الهيدروليك. فبالتالي أنا رح نعطيكم البيزك الآن للأنيولار فيلوستي، وبعدها رح ننتقل إلى المعلومات الأدفانسد وأيضا معلومات البروفيشنال. في محاضرة اليوم رح يكون عندي أدفانسد برضو، رح نشوف تطبيقات الأنيولار فيلوستي. الأنيولار فيلوستي هي عبارة عن سرعة ماعي الحفر في الفراغ الحلقي، اللي هو سرعة ماعي الحفر ما بين أنابيب الحفر وما بين الطبقات. أنابيب الحفر سواء كان دريل بايب أو كان دريل كولر أو كان هيفي ويت دريل بايب، السرعة التي يتحرك بها المائع في الفراغ الحرقي هي اللي يسموا فيها الأنيولار فيلوستي. برضو حتى السرعة اللي يتحرك فيها مائع الحفر في الدريل سترينج برضو حتى هي تعتبر سرعة، يعني فلويد فيلوستي. لكن نحن نشتغل دائما على سرعة مائع الحفر في الفراغ الحلق، لأن هذه المنطقة هي اللي يصير فيها المشاكل، وهذه المنطقة هي اللي تهمني، وهذه المنطقة هي اللي نضروري يكون عندي فيها بروبرتس المد أفضل ما يمكن، لأن نبي الأنيولار فيلوستي تكون هنا مناسبة جيدة في المد المطلوب، لا هي عالية تسبب لي تلف للفورميشن، ولا هي أقل لا تستطيع أن هي ترفع الفتات الصخري إلى أعلى البئر. فهذا هو المقصود بالأنيولار فيلوستي. وملخص هذا الكلام أن الأنيولار فيلوستي تحسب ما بين الدريل بايب والطبقات، وما بين الدريل كولر وما بين الطبقات، ودائما نفضل حساب الأنيولار فيلوستي عند الدريل بايب، لأن مساحة الدريل بايب أو المساحة ما بين الفورميشن والدريل بايب عالية، وأيضا تكون مساحة طويلة جدا، إن احنا نحفر دائما بالدريل بايب. لكن الدريل كولر عادة يكون عدده محدود، يعني من 6 إلى 5، وكذلك الحال هي في ويت دريل بايب، والبقية راح تكون عندي دريل بايب. الأنيولار فيلوستي يتم حسابه بهذه العلاقة وهذه المعادلة، اللي هي الـ VA اللي هي الأنيولار فيلوستي 24.51 اللي هي ثابت، Q هنا اللي هي الفلو ريت اللي حسبناها من المحاضرة رقم 2 اللي هي الجالون بير مينت اللي هي خاص بالمد، والـ ID أو الـ DH هو الـ ID DH اللي هو الانر دايميتر بتاع الهول، والDB اللي هو الـ OD اللي هو خاص بالـ Outside Drill Pipe. يعني DH هو الانر دايميتر بتاع الهول اللي هو الأوبن هول اللي نحن نحفره فيه، والدي بي هي القطر الخارجي لأنابيب الحفر. طبعا شيء طبيعي بما أننا نحسب في الأنيولار فيلوستي، فمعناه رح ناخذ الحيز أو المساحة ما بين الدريل بايب وما بين الهول اللي هي محفورة. فهذه العلاقة تستخدم على نطاق واسع في عمليات حساب
الدريل بايب او في حساب الانيوال فيلوستي. بس انا لاجل اننا ننظم العمليه ونعطيك مثلا وننظم المحاضره ونعطيك اكثر من طريقه لحساب الانيوال فيلوستي، راح نتكلم الان على الطرق المستخدمه لحساب الدريل، لحساب الانيوال فيلوستي. في مجموعه كبيره جدا من المعادلات، اخترت لك ثلاث معادلات رئيسيه. عن طريق هذه المعادلات يتم حساب الانيوال فيلوستي بناء على المعطيات اللي هي عندك في الاويل الفيلم. مثلا الطريقة الأولى بمعلومية الانيولار كاباستي والفلوريت. الانيولار كاباستي اللي حسبناها في المحاضرة رقم واحد، هنا جاء التطبيق بتاعها، والفلوريت اللي حسبناها في المحاضرة رقم اثنين، هنا جاء التطبيق. فإذا كان أنت عندك فلوريت وعندك انيولار كاباستي وقسمت الفلوريت على الانيولار كاباستي، راح تتحصل على الانيولار فيلوستي. فور اكزامبل، عندي فلوريت 10 برميل في الدقيقة وبرل بير منت، وعندي الانيولار كاباستي 0.13 برل بير فيت، مطلوب حساب الانيولار فيلوستي. قسم الفلوريت اللي عندك 10 على الانيولار كاباستي، فراح تتحصل على فوت بير منت اللي هي السرعه. راح تكون عندي الافرج او الانيولار فيلوستي 76.92 قدم في الدقيقه. الطريقه الثانيه اللي بدري تكلمت عليها اللي هي ال 24.5 اللي هو الثابت في الفلوريت على الاي دي تربيع ناقص الاو دي تربيع. الاي دي هي القطر الداخلي للقطر الداخلي لانابيب الحفر، هذه هي القطر الداخلي لانابيب الحفر اللي احنا تكلمنا عليها، القطر الداخلي لانابيب الحفر. والاو دي هي عباره عن الاو دي هي القطر الخارجي، سوري، الاي دي هي القطر الداخلي للبئر، القطر الداخلي للاي دي هي القطر الداخلي للهول، الاوبن هول، والاو دي هي القطر الخارجي لانابيب الحفر او المكان اللي انت تحسب فيه. فهنا الاي دي خاصه بالهول والاو دي خاصه بالدريل سترينج، سواء كان دريل بايب او دريل كولر او هيفي ويت دريل بايب. خلينا ناخذ اكزامبل، فلوريت 800 جي بي ام، والهول سايز اللي عندي يعني الحجم الهول 10 انش، والدريل بايب عندي 5. المطلوب حساب الانيولار فيلوستي في هذه الحيز. مباشره راح نطبق هذه العلاقه، 24.5 مضروب في 800 قسمه 10 تربيع ناقص 5 تربيع، راح يعطيك 261 قدم بير منت. هذه طريقه من الطرق المستخدمه في عمليه حساب الانيولار فيلوستي. الطريقه الثالثه وهي ايضا نفس الطريقه، طبعا راح تلاحظ هنا تغيرا عندي التوابد. فالفلوريت اللي عندي هنا الطريقه الثالثه اللي هي الانيولار فيلوستي راح يساوي الفلوريت مضروب في 10 29.4 قسمه اي دي تربيع ناقص او دي تربيع. هنا ليش دار 10 29.4؟ لان الفلوريت اللي موجود عندي في الاكزامبل حسب لي بالبرل بير منت، مش فلوريت اللي هو محسوب بالجي بي ام. انا طبعا الفلوريت هو بيعتبر ان البرل بير منت حتى هو فلوريت، لانه هو عباره عن حجم لكل وحده زمن، فهو معدل تدفق حجمي. فلو كان عندك الفلوريت بوحده البرل بير منت استخدم هذه العلاقه. فور اكزامبل، اعطاني فلوريت 13 باوند بير منت، وفي المساله الاولى كان عندي الفلوريت الجي بي ام، فهنا ما درتش توابط على طول استخدمت. لكن هنا اعطاني الفلوريت بالبرل بير منت، بما ان الفلوريت برل بير منت واعطاني الهول سايز والدريل بايب، طبقت مباشره في هذه العلاقه و10 29.4 قسمة 10 تربيع ناقص 5 تربيع، نفس القصة هذه بالضبط، نفس المعادلة، أعطاني الأنيولار فيلوستي 178.43. هذه ثلاث طرق مستخدمة في عملية حساب الأنيولار فيلوستي. بيتو نحن قرينا أو تعلمنا الأنيولار فيلوستي، شو رح نستفيد منها في مجال الحقلي؟ عدة استفادات، تو رح نعطيك معلومات متقدمة، بس بعدين لما نخشوا في الهيدروليك رح نوسع هذا الموضوع أكثر. فأول استفادة نقدر نستخدمها في عمليات الحساب، اننا نستطيع نحسب الفلوريت اللازم للحصول على السرعه الحلقيه المطلوبه. احيانا يصمم مبير ويقول لك راهو نحن نبو السرعه كذا، فكم يكون الفلوريت او كم تخلي البمب انت عشان تتحصل على هذه السرعه؟ فراح نستخدم هذه العلاقه، الفلوريت الريكوايرد المطلوب بالجي بي ام راح يساوي الانيولار فيلوستي اللي انت تبيها مضروب في الاي دي تربيع ناقص الاو دي تربيع قسمه 24.5. الاي دي خاصه بالهول والاو دي بالدريل بايب. اكزامبل، المطلوب السرعه 128، هذه المطلوب في الديزاين، والهول سايز كان 10 والدريل بايب كان 5.
احسب الفلو ريت، الفلو ريت ريكوايرد ان الجي بي ام لانجاز هذه السرعه مباشره. عوضنا 120 ضرب 10 تربيع ناقص 5 تربيع قسمة 24.5 اعطاني الفلو ريت اللي هو 367.4 جي بي ام. يعني عشان تحصل على 367، عشان تحصل على السرعه 120 يجب اننا نشغل البامب على 367.4 جي بي ام. ايضا يمكن اني انا تحصل على ستروك بير مينيت الخاص بالبومب اللي خديناه في المحاضره رقم 2 للحصول على السرعه المطلوبه. مثلا انيولر، نحن نبو الانيولر فيلوسيتي السرعه اللي نبيها انا، كم ندير ستروك بير مينيت عشان نحصل على السرعه هي. فالستروك بير مينيت تساوي الانيولر فيلوسيتي مضروبه في الانيولر كاباسيتي. الانيولر كاباسيتي هي عندي معلومه انا نعرفها على البومب اوت بوت، اللي نحن طبعا البومب اوت بوت راح تكون برا البير ستروك اللي هي تكلمنا عليها في المحاضره رقم 2. اكزامبل ديزايرد انيولر فيلوسيتي السرعه المطلوبه هي 120 ضروري نحصلها. الاي دي بتاع الهول 12.5، الدريل بايب 4.5، احسب لي الستروك بير مينيت عشان تحصل على السرعه هي، واعطاني الانيولر كاباسيتي. مباشره نعوض في القانون ستروك بير مينيت يساوي 120 الانيولر فيلوسيتي في الانيولر كاباستي اللي حسبناها في المحاضره رقم 1 اللي هي هنا عطاليه واتيه قسمه اللي هي البومب اوت بوت اللي هي 0.36 اللي اعطاها لي حتى هو في المساله. فاعطتني اني ناش اذا اشتغلت على ستروك 111.3 ساتحصل وسانجز الديزايرد انيولر فيلوسيتي اللي هي 120. كويز رقم 3، خدينا كويز رقم 1 وكويز رقم 2 وكويز رقم 3. كويز رقم 3 نحن لما نجو نحسب الانيولر فيلوسيتي، الان اي انيولر فيلوسيتي انت تحسبها، هل ما بين الدريل بايب والكيسينج او الدريل بايب والفورميشن، او ما بين الدريل الهيفي ويت دريل بايب والفورميشن، او ما بين الدريل كولر والفورميشن. طبعا نحن انا ديما نعتبر في الدريل كولر والهيفي ويت دريل بايب دائما في الفورميشن، ما فيش جزء منها في الكيسينج، لكن الدريل بايب جزء منها في الكيسينج وجزء منها في الفورميشن، يعني ما بين المسافه هي. فاي افضل انك انت تحسب، بمعنى اخر اي افضل السرعه حوالين الدريل بايب او السرعه حوالين الدريل كولر او السرعه حوالين الهيفي ويت دريل بايب. هو طبعا نحن نحسبه فيها كلها، بس السؤال هنا اي سرعه تحسبها تعتبر لك انت الافضل، يعني شنو السرعه اللي انت بمجرد ما تحسبها اذا كانت هي كويسه فالبقيه كويسين، واذا كانت هي مش مناسبه او سيئه فالبقيه اوريدي راح يكونوا سيئين حتى ولو لم تسحب ما تحسبهم. نتمنى انك انت تبحث في الموضوع هذا وتجاوب وبعدين تبعت لي الاجابه عن طريق مجموعة التليجرام. هذه محاضرة رقم 3، وإن شاء الله رح نخش المحاضرة رقم 4 واللي رح تعتبر تطبيق حتى هي للمحاضرة رقم 1 والمحاضرة رقم 2 ورقم 3. طبعا تحياتي لكم، خالد الساحلي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.